سؤال محرج بالشخصي، تسمح لأحد أبنائك بأن يتزوج متعة؟ اللي ما بيشبع من زوجته ومن مرأة واحدة لن تشبعه نساء العالم. يعني أنت ضد التعدد؟ أي ضد التعدد طبعاً. اختيار محرج. سماحة العلامة السيد محمد حسين فضل الله الإمام المغيب موسى الصدر، لماذا هناك ضمن البيئة الشيعية من يحارب فكر السيد فضل الله اليوم؟ الخلفية السياسية الثنائي الشيعي. بدي أوقف شوي عند كلمة الثنائي الشيعي. كل كبير من الناس هي اللي لا لون لها. أدي برأيك هو حجمهم اليوم؟ حجمهم كتير كبير. أنا واحد من الشيعة، أنا لا أنتمي إلى إطار. مغضوب عليك؟ جمهور من يهاجمك أكثر؟ جمهور حزب الله ولا جمهور أمل؟ السيدان عباس الموسوي وحسن نصر الله. أكيد السيد عباس. مع سلاح حزب الله أو ضد سلاح حزب الله اليوم في البلد؟ أنا مع سلاح الدولة ومع سلاح الجيش. أنا كنت نام وما أتوقع أن في أنا أولادي، كنا نروح نلم أطفال بإيدينا من جيراننا لما ينقصف البيت. الرئيسان ميشيل عون وبشير جميل. أكيد. سماحة المفتي دريان غبطة البطريرك الراحل، أين أنت من ولاية الفقيه اليوم؟ ولاية الفقيه بلبنان ما بتمشي. من يضع اليد اليوم على المجلس الشيعي؟ الثنائي الشيعي. أنت مع القتال الشيعي خارج لبنان أو ضد؟ في خطورة كان على الوجود الشيعي في المنطقة. أنت مع الحياد؟ شل إسرائيل على جانب. لا شلنا إسرائيل. إيه؟ طبعا مع. موقف محرج. قال إن من جاء بهذا الأذان هو بعض المتعصبين لعنهم الله. بسبب هذا صار في حملة، انت عم تتنازل قدام السنة في صلاتي، ما في يقول أشهد أن علي ولي الله رغم إنه إيماني بأن علي هو ولي الله. إنسان الآن باسم الدين يقطع الرأس اليوم، كيف بيقدر إنسان يقنع شاب إنك روح اقطع رأس وأنت ستصل إلى الجنة؟ السكر مش إنك تشرب خمر. هذا النوع من الثقافة العفنة من وضعها لهذه الثقافة؟ رأيناكم تقطعون أرحامكم وتتعاركون حتى توصلوا هذا الفاسد. عندكم تكليف بالشرع. أنا شيعي ما بؤمن بهذا التكليف، ما بروح بعمل هيك. أكثر اللي عم يشربوا الخمر مش المسيحيين، المسلمين. لو كنا في لبنان عم نمارس النظام والقانون ما بتلاقي بيع كحول في المناطق الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتقبله بشكل طبيعي عادي بيه. حتى رغم أنه نحط موسيقى على الفتح، هذه الموسيقى مش محرمة يعني. بعد الحسين اضطر أن يعتذر بعد قراءته. نحن كنا نصلي على عملاء إسرائيل، نبعت شبابنا يصلوا. جريدة الأخبار ويكيليكس، شيعة السفارة أحمد طالب التائب عند فيلتمن. أنا بالوقت يلي بدي حط هيدي العمامة بمكان لا يليق بها، صدقني بتلاقيني على بسطة خضرة عم بيع خضرة. أنا لما كنت عم بقول لك عاتب قبل فترة على سماحة الأمين العام لأني أنا انظلمت وقتها، كنت بتوقع موقف لأنه بيعرفني. أنا ابن بيت. نقطة على السطر.